أجرى لك تغريدة بتقول فيها كمية إعلانات الشوارع عن عقارات جديدة في كل حتة، بتقول إن البلد دي ما بقتش تنتج حاجة غير شقق. طبعاً يبدو إن عندك تصور بديل، شو هو؟ وقتها لما قلت الفكرة دي ما كانش عندي تصور بديل، كنت مستفز من كمية إعلانات الكومباوندات والشقق والمشاريع العمران اللي هي لا تنتهي. تحس ان ظاهرة ممكن تكون مو جيدة يعني؟ لا، حسيت ان هو ده اكتر من اللي احنا محتاجينه. المجتمعات بتتحرك بناء على جو عام وطريقة تفكير عامة وخطة عامة، المجتمع بياخد ويدي معاها وبعد كده يبتدي يتعايش معاها. فلما تبقى الخطة بتاعتي الواضح فيها دلوقتي ان انا الشقق والعمارات، فانا هتعامل مع المتاح. ده مش عيب في المجتمع على قد ده المتاح قدامه، ودي طرق التفكير. كمواطن عادي معايا فلوس وعايز احط الفلوس دي في مكان يحافظ على قيمه الفلوس، بل بالعكس ان هي تزيد، فقدامي اختيارين: يا اما احطها في البنك وديعه ومع ذلك برضو الفلوس اللي جوه البنك كوديعه بتقل قيمتها، او احطها في مشروع، او احطها في عقار مشروع بيكسب او عقار سعره بيزيد. ده المتاح قدامي كمواطن عنده فلوس زيادة عن حاجته وعايز يتعامل معاه.